السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري القطري، دوري نجوم قطر، وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الجمعة 1/10/2021 1 أكتوبر 2021 مع بداية الجولة الخامسة من الدوري القطري. متابعينا الكرام، اليوم كان عندنا 3 مباريات وتم تأجيل مباراة الدحيل أمام الوكرة، وده بسبب إصابات كورونا بين فريق الدحيل، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. أما اليوم كان عندنا مباراتين اتلعبوا، السريه تعادل امام الخور 0-0، والعربي خسر امام السد اللي بقى قوي جدا 0-4. احرز هدف السد النجم الجزائري بغداد ابو نجاح في الدقيقه 59، النجم حسن الهيدوس في الدقيقه 61، وبغداد ابو نجاح يسجل الهدف الثالث في الدقيقه 74، والهدف الرابع عن طريق اندري ايو في الدقيقه 82 من ضربه جزاء. بكره باذن الله تعالى عندنا 3 مباريات اقواهم الاهلي امام الريان، وقطر طبعا امام الغرفه مباراه قويه، والمباراه الثالثه يوم اصلال امام الشمال. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. لو اول مره زرنا في القناه انزل اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، واكتب بعد اشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس لاصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى. متابعينا الكرام، السد متصدر الدوري المركز الاول ب 15 نقطه العلامه الكامله، الدحيل في المركز الثاني ب 12 نقطه علامه الكامله بس ما لعبش مباراته، الغرفة في المركز الثالث ب9 نقاط، العربي المركز الرابع ب9 نقاط، الوكرة المركز الخامس ب5 نقاط، السلية طبعا من 4 مباريات، السلية المركز السادس ب4 نقاط، أم صلال المركز السابع ب3 نقاط، الأهلي المركز الثامن ب3 نقاط، الريان المركز التاسع ب3 نقاط، الخور المركز العاشر ب3 نقاط، الشمال المركز الحادي عشر ب3 نقاط، وقطر المركز الثاني عشر والأخير بنقطة واحدة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين اللاعب مايكل اولونغا لاعب الدحيل المركز الاول ب7 اهداف، المركز الثاني النجم الجزائري بغداد ابو نجاح بلاعب السد ب6 اهداف، والمركز الثالث اندريا ايو لاعب السد ب4 اهداف، وفي المركز الرابع سعيد ابراهيمي لاعب الخور ب3 اهداف، ويوهان بولي لاعب الريان، وفي المركز الخامس بهاء فيصل لاعب الشمال بهدفين، وحسن الهيدوس لاعب السد، وارون بوبنزا لاعب العربي، وعبد الرحمن مصطفى لاعب الضحيل، وهاشم عبد اللطيف لاعب الريان، ورودريجو لاعب السد، ومصطفي او بوسافي لاعب الضحيل. بعد كده اكتر من لاعب عندهم هدف واحد. اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.